معنا لاله ناديه من فاس. الو اهلا بخير وعليك الحمد لله الله يبارك فيك ولبارك ان شاء الله خير وفاس لك امين بخصوص السيده عائشه السعيدون زمان طبق مرحبا بسلامك اكيد راهي في السينما اللي كتعليك انت بخير الحمد لله الحمد لله بارك الله انا كنت كنلي في واحد الرغيف انا درت مره البارح ايه كيجي زوين واخا حسيت تخدم مسكينه ديال السميده مسكينه ديال السميده القيقه رغيف السميده ايه مسكين ديال الزيت مسكين ديال الزيت بيضه بيضه وحده معلقه السكر معلقه ديال السميده معلقه ديال الخميره ديال الخبز كبيره معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز وخميره ديال الحلوه وحده وخميره وحده ديال الحلوه وكاس ديال الحليب يكون سخون كاس ديال الحليب يكون سخون هادشي راه كنعملو ديال المسكين ديال السميده وكنوضعو شويه ديال الماء دافي وكنجلكو كنرشو شويه ديال الماء دافي وكنبقاو نجلكو لاله سامح حتى كنعجنوها مزيان تطبق قبلات يدينا وكنعملوها على شكل مشماشة كنطلقوها صغيرة كويرة صغار شكل مشماشة وكنطلقوها بالزبدة والزيت وكنرش السميدة ديجا فيها شوية خميرة الحلوة وكنعمل وحدة في قلب وحدة كنوصل 50 ديال الكويرات لأنهم صغيرين كنشمسو كنديرو 5 صافي كنشمسو كتجينا 5 هاد نص كيلو ديال السميدة كيلفنا 25 وحدة يعني كيعطينا 5 ديال الرغيف ديال الخس ويا كنديرو كنفرشو كيلو اللي فان في الماطا وكنشطو هاد الرغيف كيكون شي شوية وكنقرصو كنغطيو بالميكا كنديرو الميكا من التحت والميكا من الفوق باش ميلفقوناش لأن السميدة كتلفق شي شوية وكنخليو يطيحو واحد 15 من دقيقة واخا يعني كنخدم يعني مزيان بالنسبة للسميدة الرقيقة يعني كتجمع مزيان في العجين في الم كتسدلك عرفتي انا صراحة البارح وسيرتو يعني غير الا جربو من السميدة هذا يعني كيجيو بحال داك البوفتيك يعني كتاكليهم كيتفتو غير باش تدوق خصنا خصنا نتبعو معاك الطريقة كي قلتي علينا ياك هي هي لا كتعجنيه وكديري على شكل كويرات على شكل مشمشة وكديري خمسة كتعمرو وحدة في قلب وحدة كتوكلي الخمسة ملي كتبقى في صافي بخمسة وحدة في قلب وحدة خمسة برغيف كيجيو خمسة ديال الرغايف واخا وكات لما سمع كديرهم في الماطا كديري الميكا وكديري لك شوية زيت وكتشدهم في الماطا كتخليهم يرتاحو شوية كتقرصهم وتخليهم يرتاحو 15 دقيقة إلا سخنو المقلة الثقيلة واخا كنشدو لما سمع كنديرو كنطيبوهم كنهزوهم من الميكا كيتهزو بسهولة يعني ملي كندعونا ديجا راه كيتهزو كنخبزوهم وكندهنوهم بالعسل والزبدة وراه تيجيو هائلين زعما الدراري انا ولادي شويه ولدي ما تيقدر ولكن هادو ولكن هادو كيعجبوهم عرفتي كيجيو مخرجين من الداخل وتيجيو مخرجين راه صورتهم انا في البورتابل خليتهم يعني تجي فرصه باش نبين واخا ان شاء الله هي باش نشوفوا الصوره تبارك الله عليك ما تخليش بك انا ديال الفاش شكرا لك بزاف للاسف ما بقاش الوقت تحياتنا واكيد ان شاء الله نعاودوا